فريد يوم واحد من الفقهاء قام خاطر بهذا السؤال يمتحن عيسى: يا معلم، شو سوي خاطر أورث حياة الأبدية؟ عيسى بالجواب قال: شنه مكتوب بالتوراة؟ شنه تفتهم من ذاك؟ جاوب: حب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وحب جارك مثل ما تحب نفسك. عيسى قال: جاوبت صحيح، اعمل هاي اللي تكون عندك الحياة. أما ذاك لأن يبرر نفسه سأل من عيسى: أما ياها وجاري؟ عيسى بالجواب هيش قال: فر الزلمة كان يروح من أورشليم لأريحة، بالطريق طاح بإيد المسيل بشية، ذكول عرينو كتلو وبين العدل والميت تيهو وراحو. بصدفة فرد كاهن معبد من ذاك الطريق شان يتعدى، أما وقت اللي طاحت عينه على ذاك الزلمة غير طريقه وراح من صوب آخر. فرد لا وهم شان يتعدى منك، هو هم وقت اللي وصل هناك وشاف ذاك الزلمة غير طريقه وراح من صوب آخر. أما فرد مسافر سامري وقت اللي وصل هناك وشاف ذاك الزلمة قلبه احترق له، شارح عنده وشب على جروح شراب ودهنهن زيت وشدهن، بعدين ركبه على يحشة وأخذه للنزلة ودار باله عليه. يوم التالي انطى دينارين اللي كان بقد أجرت يومين شاغول لصاحب النزلة وقال: دير بالك على هذا الزلمة، ولو أكثر من هاي خرجت من أرجع أنطيك. هسه بنظرك ياهو من هذول ثلاث أشخاص كان جار زلمة اللي طاح بإيد المسيل بجية؟ جاوب: ذاك اللي رحمه. عيسى قال له: روح وانتهم هيك سوي. وقت اللي بالطريق كانوا يرحون دخل بغارية، هناك مرة باسم مارتا عزمت عيسى لبيتها. مارتا كان عندها أخت باسم مريم. مريم كانت قاعدة يمري لين الرب وتصنط الحشية، أما مارتا اللي حيل كانت مشغولة بالضيافة إيت عند عيسى وقالت: سيدي، ما تبالي اللي أختي مخليتني لوحدي بشغل الضيافة، قل لها تساعدني. الرب جاوب: مارتا مارتا، انت تهتمين وتتوترين لأشياء كثيرة، هسه بس فرد شي لازم، ومريم مختارة ذاك نصيب الأحسن اللي ما ينوخذ منها.